المعادلات من الدرجه الثانيه كيتحلوا غير بالاله حاسبه. التلميذ ديال 5 سيزيام ولا بكالوريا كنعتبرهم العقده ديال التلاميذ في الماده ديال الرياضيات هي المعادله من الدرجه الثانيه. ولكن اللي خصك تعرف هو ان هذه المعادلات هادو كاينه طريقه سهله باش تخرجوا فقط بالاله حاسبه. ايه بالاله حاسبه ممكن تحل معادله من الدرجه الثانيه بلا ما تحسب لا دلتا لا تلقى الحلول. طريقه سهله بزاف، اجي نوريك كيفاش. عندي اختي معادله من درجه ثانيه، عندي الاو بي والسي كنحسبوا اختي كما كنعرفوهم شحال هذه كنحسبوا الدلتا. الا عندي دلتا مجبر عندها حلين، عندها الحل الاول عندها الحل الثاني. كنحسبوا اختي الحل الاول هو واحد والحل الثاني هو جوج، فتنقولوا ليكواسيون كتقبل لينا حلين هو واحد وجوج. هنا اختي لا داعي باش نستعمل الطريقه هذه ديال الحساب، نقدر نستعمل فقط الاله الحاسبه باش نلقى شنو هو الجواب ديال هذه العمليه هذه. كنشعل اختي الاله الحاسبه ديالي، كتكون الاله الحاسبه في الاول هكا كنبرك على مود كنختار ايكواسيون، يعني عندي في الاله الحاسبه هي رقم 5 بان لي ايكواسيون كاينه في رقم 5 كنبرك عليها. تقول لي اش من ايكواسيون؟ عندي ايكواسيون دوزيام دوغري هي رقم 3. اذا غنبركوا على ايكواسيون دوزيام دوغري كتولي عندي الشكل. كتقولي الاله حاسبه عطيني فقط الاو بي والسي وانا غنلقى لك شنو هو الجواب. نعاود اختي مره اخرى العمليه، هنا كنبركوا على مود نختاروا ايكواسيون هي رقم 5، نختاروا معادله من الدرجه الثانيه هما رقم 3، كندخلوا اختي فقط شنو هي او بي والسي وكتخرج لي ليش العمليه. فهاد المعادله اختي راه عندي ا هي واحد، نبرك على واحد غندير تساوي، يقول لي يعطيني بي، بي هي ناقص 3، ها هي ناقص 3 تساوي، يقول لي يعطيني سي نقول لي هي جوج، نبرك على تساوي. اذا منين غندير اختي تساوي يقول لي الحل الاول هو جوج والحل الثاني هو واحد. اذا الحل الاول هو جوج والحل الثاني هو واحد. نعاود اختي العمليه مره اخرى، هنا كتكون عندنا في الاول الاله حاسبه فشي يلاه كنشعلوها كتكون هكا. كنبركوا على مود نختاروا ايكواسيون هي رقم 5، كنختاروا معادله من الدرجه الثانيه هما رقم 3، كندخلوا فقط شنو هي او بي والسي. بالنسبه لهذه المعادله هذه راه عندي ا هي واحد كنبرك على واحد تساوي، كندخل بي ناقص 3 تساوي، كندخل سي هي جوج تساوي باش تدخل صافي. انفو كنبرك على تساوي تقول لي كاين الحل الاول هو جوج والحل الثاني هو واحد. الحل الاول هو جوج والحل الثاني هو واحد. سؤال مهم اختي، كيفاش نرد الاله الحاسبه كيما كانت؟ حيت ملي غنبغي نخرج تبقى لي الاله الحاسبه هكا واخا نطفيها ونشعلها غتبقى ديما هكا. الطريقه سهله، كنبركوا على مود كنختاروا رقم 1 كترجع الاله الحاسبه كيما كان. هذا اختي واحد معادله من الدرجه الثانيه عن طريق الاله الحاسبه. كملوا لا فيديو ديالنا اخوتي. ودابا قبل ما نختم لا فيديو، شحال من تلميذ يقول لي ادريس انا مين كنبرك على شيفت مود كيطلعوا لي بزاف الاختيارات، كيطلعوا لي غير ثلاثه ديال الاختيارات. سمح لي نبشرك نكون اول واحد كيبشرك، ولكن تكعكعتي في اله حاسبه. نهار تبغي تشري اله حاسبه ركز بزاف على هذه القضيه في البارامتر ديالها. اول حاجه تقلبها في اله حاسبه هو انك تبرك على شيفت مود، خص يطلعوك بزاف الاختيارات ما يطلعوش غير ثلاثه الاختيارات. حيت دوك بزاف الاختيارات غيعاونوك بزاف العام الجاي في الثانيه بكالوريا بزاف ديال الدور. دابا قول لي عرفتي كيفاش تحل؟